في رحاب الحرم، في رحاب الحرم، عند بيت الكرم، عند بيت الكرم، موكب من ضياء لنبي الأمم، لنبي الأمم، سيرة قد سمت في قرون خلت، سيرة قد سمت في قرون خلت، تملأ الكون نورا فالضياء انسجم، من عظيم السير قد نقلنا الخبر، واقتفينا الأثر في رحاب الحرم، في رحاب الحرم، لنبي الأمم، لنبي الأمم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، شكى الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم الجدب الذي حل بديارهم، وهو أرحم الناس بالناس صلى الله عليه وسلم، وأشفق الخلق بالخلق. فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلى أن أمر بمنبر كما تقول عائشة، وأمر أن يرحل ذلك المنبر إلى المصلى، وواعد الناس صلى الله عليه وسلم، وذاك في رمضان. فخرج صلى الله عليه وسلم إلى ذلك المصلى، وخرج الناس معه، فاجتمعوا، فقام صلى الله عليه وسلم خطيبا، وكبر الله عز وجل، وحمد الله تبارك وتعالى، وخطب في أصحابه، وقال لهم: إنكم شكوتم جدب دياركم واستئخار نزول المطر عن إبان نزوله لكم، وإن الله تبارك وتعالى قد أمركم أن تدعوه، ووعدكم أن يستجيب لكم. ثم رفع يديه صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وظل يدعو صلى الله عليه وسلم، ويرفع أكف الضراعة إلى الله، حتى رأى الصحابة من حوله بياض إبطيه الشريفين صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا. تقول عائشة رضي الله عنها: ووالله ما في السماء من قزعة ولا مزعة. ثم جاءت سحابة فأرعدت وأبرقت وأمطرت، فما عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مسجده إلا والسيل يمشي في نواحيها. هكذا استجاب الله عز وجل لرسول الله بدعواته الطيبة المباركة التي دعا بها يرجو الفضل من الله جل جلاله، وجاء الفرج من ربنا سبحانه وتعالى. فالله هو المغيث، يغيث من يشاء بما شاء كيفما شاء، لا معقب لحكمه ولا راد لأمره. هكذا كان حال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الناس، إذا اشتكوا عليه فزع إليهم وأعانهم وسددهم وساعدهم صلى الله عليه وسلم. يقول أنس بن مالك: اشتكى الناس من الجدب، وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة على منبره، وإذا برجل يأتي حتى يقف تلقاء منبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويقف في المسجد ويقول: يا رسول الله، ورسول الله يخطب في الناس، يا رسول الله. فأمسك صلى الله عليه وسلم عن الكلام، قال: يا رسول الله، هلك الزرع، وجف الضرع، وحبس المطر، واحمر الشجر، وهلك الكراع والخف. فما كان من نبينا وصفينا وسيدنا صلى الله عليه وسلم إلا أن رفع يديه إلى السماء، وأخذ يدعو ربه: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. وأخذ الناس يرفعون أيديهم كما فعل صلى الله عليه وسلم، ويؤمنون على دعائه الطيب المبارك. يقول أنس: نظر صلى الله عليه وسلم في السماء، فوالله ما فيها من قزعة ولا مزعة، يعني لا سحابة صغيرة ولا سحابة كبيرة، بل كانت السماء كأنما الزجاجة، يعني كالزجاجة صافية. ثم خرجت سحابة صغيرة كرجل الطائر من خلف جبل سلع في المدينة، قال: فتكاثفت وهبت الريح فأبرقت وأرعدت. يقول أنس: فوالله ما نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من على منبره إلا وقد سقط المطر
على وجهه ولحيته. بدعواته الطيبة المباركة استجاب الله عز وجل الذي يجيب من دعاه سبحانه جل في عليائه. وظل الناس على ذلك الحال سبتا أسبوعا كاملا ما رأوا فيها الشمس، حتى كادت الأمطار والمياه تهلكهم. وأخذ صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم الجمعة وهو على منبره الشريف، وإذا برجل يدخل، ذاك الرجل أو رجل آخر، فوقف تلقاء وجه النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله يخطب في الناس ويتكلم، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل وتهدمت الديار وهلكت البهائم، فيا رسول الله ادعو الله أن يمسك عنا المطر. فتبسم صلى الله عليه وسلم، تبسم وضحك حتى بدت نواجذه الشريفة صلى الله عليه وسلم، ثم رفع يديه إلى السماء وقال عليه الصلاة والسلام: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على منابت الشجر والضراب وبطون الأودية ورؤوس الجبال. يقول أنس: فوالله ما أشار بيده صلى الله عليه وسلم ناحية إلا وأمسكت السماء فيما سواها حتى طويت السحب كما يطوى الثوب. قال: فخرجنا في الشمس ضاحين. دعا صلى الله عليه وسلم بالاستسقاء ودعا في الاستسعاء، واستجاب الله له في كل حال، لأنه رجل مبارك صلى الله عليه وسلم، وهو قد ملئ قلب النبي باليقين برب العالمين وأن الله يجيب. ولذلك عندما دعا مولاه واستسقى للناس وأجابهم مولاهم، قال صلى الله عليه وسلم وقد رآهم يسارعون إلى الكن، يعني يبحثون يستترون عن المطر، وهو يضحك ويبتسم ويقول صلى الله عليه وسلم: أشهد أن الله على كل شيء قدير، وأشهد أني رسول الله. نحن فقراء إلى الله في كل حال. يا أيها الناس، أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. فقراء إلى الله، مضطرون إلى ربنا، لا غنى بنا عن خالقنا طرفة عين، محتاجون إلى مدده ونصرته وتسديده وإسعاده وإلهامه وإرشاده ورزقه وبركته سبحانه وتعالى. فإن الله هو الذي يعطيها، وهو الذي يقدرها، وهو الذي يدبرها، وهو الذي ييسرها سبحانه وتعالى. فالخير كل الخير من رب الخير سبحانه وتعالى. الدعاء هو في الحقيقة العبادة. لماذا؟ لأنه يقين بأن الله موجود، وأن الله قادر، وأن الله كريم، وأن الله سميع، وأن الله بصير، وأنه جواد، وأنه يسمع دعوة الداعي إذا دعاه، وأنه يرحم عباده، وأنه يلطف بهم، وأنه يحسن إليهم، وأنه يرأف بهم سبحانه وتعالى. لذلك حاجاتنا، طلباتنا، رغباتنا، أمانينا، أحلامنا، إنما هي من الله عز وجل بدعوة واحدة صادقة. وأنت ساجد بين يدي الله، أو في ظلمة ليل، أو في لحظة صفاء مع ربك سبحانه وتعالى، يأتي الخير من رب الخير سبحانه وتعالى. الله قريب مجيب سبحانه وتعالى. العطاء عطاؤه، والفضل فضله، والإحسان إحسانه، وما بكم من نعمة فمن الله. بالدعاء نستجلب العطاء من رب الأرض والسماء سبحانه وبحمده. لنبي الأمم. اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، واحفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا، وعن أيماننا وعن شمائلنا، ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا. اللهم أكثر أموالنا وأولادنا، وبارك لنا فيما أعطيتنا، وأطل حياتنا على طاعتك، وأحسن أعمالنا، واغفر لنا واختم لنا بخير خاتمة. اللهم افتح لنا فتحا مبينا، واهدنا صراطا مستقيما، وانصرنا نصرا عزيزا،
وأتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. في رحاب الحرم عند بيت الكرم، عند بيت الكرم موكب من ضياء لنبي الأمم، لنبي الأمم سيرة قد سمت في قرون خلت، سيرة قد سمت في قرون خلت، تملأ الكون نورا فالضياء انسجم من عظيم السير، قد نقلنا الخبر واقتفينا الأثر في رحاب الحرم، في رحاب الحرم لنبي الأمم، لنبي الأمم.